عسلامة ومرحبا بكم، يا ربي تكونوا بخير الناس الكل. رجعتكم اليوم في فيديو جديد. اليوم باش نعملكم باجيت في الفور، باجيت كيما اللي يبيعوا فيها في البلونجري. دونك يا ربي ان شاء الله تعجبكم، اقعدوا معايا ندخلوا التفاصيل. الوغ باش ندخلوا ديريكت في لي زانغريديون نتاع الباجيت نتاعنا. دونك هوني عندنا كيلا سميد، خديت عليها نص كيلو فرينة. عندنا زيت باش نبسو بيه الخبز نتاعنا، زيت عادي ولا تحب تستعمل زيت زيتونة. عندنا الملح، عندنا السكر، وعندنا هوني ماء ملذذ، وهوني عندي بسبس كعب غرام دو فينوي. دونك رحيتو بالماكينة. دونك اول حاجه بيان سور ما ننساوش ليفور شيميك. فوالا، دونك اول حاجه نعملوها باش نصبو الخميره نتاعنا. هلا نبدا لكم اول حاجه. فوالا باش نصبو الخميره نتاعنا الطريقه هي باكو خميره. هلا باش نحط عليها شويه سكر كذا حبيبي، وباش نصبو الماء الملذذ ونخليوها تتفاعل مع بعض. تخيل نص الكيما اللي حضرت. هلا نخليوها، نجي توا ناخذو السمول نتاعنا سميد باش نصبو الكيلة الكل، وباش ناخذو الفرينة نتاعنا نصبو نصف الكيلة نتاعنا. أول حاجة باش نعملوها باش ناخذو الزيت. الزيت انتي والتبسيس اللي حاجتك بيه. أنا ما يقارب هوني أبوبخي فنجان كالعادة. تحبوا مبسس الخبز ولا تحبوا عادي؟ دونك باش نجي هوني باش نصب الملح نتاعي ابري مغرفه نتاع قهوه صغيره. فوالا نجي نبسو بالطريقه هذه، نحاول ندخلك الزيت ندخلو بين السميد والسميد الفرينه يدخلو في بعض. نكمل نبسو بالطريقه هذه للاخر. دونك بعد ما نشوفو فيه كيف من هكا ترمل، نجي لك الخليط نتاعنا، نجي ساعه البسباس الملحي وباش نصبو معاه. فوالا هاو الطريقه هذه. نجي توا للخميره الكل. نحاول نخلط بالطريقة هذه سورتو نعجن بالبيض. نجي هوني بطرف يديا نصب الماء في الجنابي باش يهبطو معاك الشيح الكل. هاهنا هوني خبز الباجيت راهي عندها كل على العركان. كان عندكم بيتخان
وانا خاطر جنت كونتيتي صغيره سي بور سا ما نحبش نعملها في البيتران. نحاول نعجنها بالباهي دونك هوني نجيو نحطو العجينة نتاعنا مكياج باش نبداو نخدموها بالباهي بالباهي. على العمدة الكل غطى عليك على عركان فوالا الطريقة هادي باش تجينا العجينة تجينا الباكيت خفيفة ومش معجنة من الداخل. وسورتو الخميرة انا نتاعو باش نخليها تخمر ابوبخي ثلاثة سوايع. نكملو هكاك ندورو ونزيدوها في الماء يولي العجينة تريها بالبيت. شفتو كيفاش نكملو نعجنوها بالطريقة هذه. دونك كيما نشوفو هوني العجينة نتاعنا عجنتها بالبيت فوالا. وقتنا كان باش نخليوها تخمر باش نخليها تخمر ابري 3 3 سوايع ومن بعد باش نرجعو نخدموها نفورموها في فورم تاع باغيت. هذا نجيب توا الخبز مع ما خليته سويتي من زمان نشوفو اللي هي زيت خمر. دونك ايش باش نعملو باش نحطو العجينه نتاعنا على الباياس فوالا باش نخرجو منها اكل الهواء نتاعها. هذا بالطريقة هذي نحاول نعجنها وباش نعجنها بالباهي بالباهي فوالا باش نخرج منها أكل الهواء الكل. جي انا العجينة هذي باش نعمل منها 2 باغيت كونتيتي لا مالتا نتاع 2 باغيت. دونك باش نقسمها على 2 عجينتي ولا باش نكعبرها بطريقة هذي هذا نخليها ترتاح كيف كيف هذي. فوالا نجي الخبز نتاعي الاولانية باش نعمل شوية فرينة مش برشا خاطر كيف ما شفتو العجينة نتاعي ماهيش قاعدة تلصق. دونك باش نعملها شوشة فرينة باش نحلو العجينة نتاعنا. نحلوها بالطريقة هذي. دونك حلينا العجينة على الشكل هذا كيف ما نشوفو فيه فوالا. باش نعملوها توا باش نجيو باش ندوروها بالطريقة هذي. بعد نجيو لي كوتي هذوما باش نسكروهم بطريقة هذي. هذوما نحاولو نعملهم هكا ناخذو لو بلاطو نتاعنا نقسم على 2 بالطريقة هذي كيف ما بغيت فوالا
باش نجي باش نحطو كعبة نتاعنا في البلاطو. هوني جاتني تويلا شوية أما مش مشكل. فوالا خاطر مازالت باش تخمر دونك أنا فوالا خليها كيما هكا بطريقة هاذي. نحلو الكعبة الأخرى دونك هوني كملنا الباكيت نتاعنا باش نخليو هاد الزيت ترتاح. حكيت سوية ونص هكاكا تزيد تخمر بالباهي بالباهي ومبعداش نطيبوها. هوني كي قصيت ملي كوتي هذوما عملتها شكل حوطة صغيرة علاش كي نشوفو فيها. فوالا باش نخليها تخمر معاهم الطريقة هاذي بعد نطيبوها. القاعدة هنا كان باش نحطوها في فور مسكر ماهوش يخدم جست باش تحفظلنا السخانة نتاعها بعد نرجعولها بعد ما تخمر. الوغ هوني بعد ما حطينا الخبز قعد يخمر برسك خليتو ساعة من زمان دونك رجعتلو أواش باش نعملولو باش نقصو ناخدو سكينة مجرحة بطريقة هاذي وباش نجرحو بطريقة هاذي. فوالا نجي توا هوني عندي الماء فوشة بالفوشة ولا عندو هكا لي يرششو بيها باش نجيب باش نبلو هوني بالماء. نبلو بالماء بالطريقة هذي نحاولو باش نحطو فيه. انتي وشنو تحب تحط فيه؟ تحب تعملو سامبل ولا تحب تحط فيه كعبة سينوش كيف ما نعمل انا دا الطريقة هذي. بالنسبة للحوطة باش نعملها زوزيني بالسينوش هنا الاخرى باش نحط فيها البسبس. اونتخطون نحلو الفور نتاعنا بون الاخرى باش نخليها صام وهذي باش نحط فيها حطيت فيها نفوحها بشوية بسبس مع السينوز نزيد نحط فيها كعبية بسبس والاخرى باش نخليها صام. هلا الفور بتاعنا محلول على اقصى درجة نبقى لنا كان باش نحطوها في الفور. هذا ايا بينكم توا كملت طيبت الباكيت نتاعنا كيف ما نشوفو فيها. هذه هي الباكيت نتاعنا دونك من غير ما تمشيو للبولونجري في الكونفينمون وتعملو عملو على رواحكم وعملو الباكيت نتاعك في الدار. دونك هذه الباكيت نتاعنا فوالا هذه الباكيت نتاعنا وهذه هي الحويطة الصغيرة اللي عملتها شبه شوية للحوطة اللي معانا. دونك باش نقص لكم شوية باش نوريكم كيفاش طلع لي من الداخل ويا ربي ان شاء الله تكون عجبكم. فوالا ما يفرقش ياسر على الباكيت نتاع البان. هذه باكيتنا ان شاء الله يا ربي تكون عجبتكم. فوالا مازالت سخونة ان شاء الله يا ربي تكون عجبتكم الوصفة نتاع اليوم. اللي عجبتو الوصفة نتاع اليوم يعمل لي جيم ويخلي لي كومنتير وماذا بيا يا ربي تجربوا الوصفات نتاعي. باي باي ولا اللقاء في دبارات جديدة. باي باي.